السلام عليكم شباب، شلون صحتكم؟ قبل فترة تقريبا يمكن العام او هيك شيء، كان اكو ارتكلز حلوة نزلت، يعني بس لقيتها، كانت تحكي عن الافكت اوف صوديوم هايبوكلورايد اون ذا فايبر بوست بليسمنت او هيك شيء، او الافكت اوف اريجيشن سوليوشن. المهم كانت تحكي عن تأثير الاريجيشن من جهه، سواء من اجي اسوي انا اريجيشن وبعدها اقرر اخلي فايبر بوست للتو ستراكشر. مبدئيا احنا الفايبر بوست نخليه للتو ستراكشر اللي يكون عفوا ستراكشرلي كومبرومايز، يعني متفلش تقريبا. عندك اذا اكثر من تو وول ميسنج فانت بهيج حاله دكتور تروح باتجاه تو وول ثري وول ميسنج، انت هنا تروح باتجاه الفايبر بوست بليسمنت، لان هذا تريد تو ستراكشر ويك دكتور، احتماليه ينكسر عندك بعدين بالاوكلوجين، فانت اما تخلي له فايبر بوست وتخلص البدايه او تبلغ البيجت انه يسوي له كراون كفرنج كراون بليسمنت. زين، المشكله وين؟ المشكله كان انه اني اذا اسوي جاي الاريجيشن بروتوكول مالتي اللي استخدمه ياثر بعدين على الفايبر بوست من ناحيه الادهيجن مالته، ناحيه الاستراكشر مالته، يعني يخاف يصير بعدين ضعيف. فكانت هي تحكي عن تقريبا، كانت تحكي عن الاريجيشن بشكل عام. مبدئيا دكتور انت ايش عندك انت اليوم بالاريجيشن؟ بالاريجيشن سوليوشن عندنا احنا اشهر هنا وام هنا هو الصوديوم هايبوكلورايد، اللي تقريبا دكتور يعني يكاد يعتبر هو الايديال سوليوشن. انت شنو هي الايديال اريجيشن سوليوشن؟ شنو يعني الاريجيشن سوليوشن؟ شنو يمتلك من خصائص حتى اقول عليه انا هذا مثالي؟ اولا لازم دكتور يكون انتي بكتيريال حتى يقضيك على البكتيريا. اثنين، لازم يعطيك لبريكيشن، يعني من استخدمه ما يصير عندي فراكشن او ريجنريشن او الى اخره. ثلاثة، انه استخدمه كفلاشنج ايجنت. واربعة، انه يسوي لي ديسولفينج للتشيو. هاي الايديال ريكويرمنت مال الريجيشن سوليوشن، اللي هي حاليا هذا اني ما متوفرات باي ريجيشن سوليوشن، ما متوفرات نهائيا. ليش دكتور؟ لان هسه اذا انت تجي على الصوديوم هايبوكلورايد، فالصوديوم هايبوكلورايد هو دكتور انتي بكتيريال، صح متفقين عليه. هو يعطيك لبريكيشن بالفعل، يقول لك انت اليوم ما تفوت بفايل انسايد ذا كانال اذا ما انت عندك ريجيشن اللي هو بالعاده صوديوم هايبوكلورايد. مرات يسوون يستخدمون الاي دي تي اي والجلايد الى اخره. فلاشك ايجنت، نعم مصطلح فلاشك ايجنت تذكر يعني من تجي انت قاعد قص وتستخدم هذا الاريجيشن، راح تستخدمه يطلع لك الدبريز الموجوده، شو كانه ما انت كاف صوندي وجاي ترش بها الطر مي، يطلع لك هاي الدبريز والدست والمدري شنو والديرت الموجود انسايد. هيش الفكره، هذا معناه فلاشك ايجنت، يعني يغسل لك الكنال. وديسولفك تيشو، ديسولفك تيشو لازم يكون اورجانيك وان اورجانيك انا اريده، لان انا ايش عندي؟ انا عندي اورجانيك اللي هو التشيو وجماعته البالب تشيو وربعه، والان اورجانيك اللي هو السمير لاير دنتين ما دنتين هاش ايدي ذوبه. فالصوديوم هايبوكلورايت هو انتي بكتيريال متفقين، يعطيك لبريكيشن يعطيني فلاشنج ايجنت يشتغل، ديسولفنج ايجنت يشتغل، بس وين يشتغل؟ فقط على الاورجانيك. يعني الصوديوم هايبوكلورايت يقدر يذوب لك البالب تشيو، يقدر، والدليل انه انت تحط بالب تشيو هسه انسايد صوديوم هايبوكلورايد لمدة تقريبا 19 20 دقيقة راح اشوف انه ذاب بالكامل. بس مشكلة الصوديوم هايبوكلورايد انه ما يشتغل لك على الانأورجانيك تيشيو، يعني ما يشتغل على السمير لاير، على الدنتين، على السمنت، على هذا الموجود الاشياء الموجودة انسايد ذا كينال، ما يشتغل عليهم. فهو مثالي لو ما هاي السالفة، هو يعتبر مثالي لو ما هاي السالفة البي. بينما انت من تجي على الاي دي تي اي، الاي دي تي اي هو مو انتي بكتيريال، صح يعطيك لبريكيشن، ما يعطيك فلاشنج ايجنت، هو ثيك وهو ديسولفنج، بس ديسولفنج وين؟ للان اورجانيك، ما يذوب لك البالب، بس يذوب لك يذوب لك السمير لاير. ليش الاي دي تي اي هو عباره عن اسيد؟ اثيلين داي امين تترا اسيتك اسيد، يعتبر هو اسيد، فهذا ما يعتبر ايديال، الصوديوم افضل من عنده. شو عندك انت بعد؟ عندك انت النورمال سلاين تقريبا والدستل ووتر، وهذا اني لا انتي بكتيريال لا ديسولفنج ايجنت، حتى مو ذاك الليبريكنت القوي، هو فقط ذني اشتغل انا فلاشنج ايجنت احنا نستخدمه حتى نغسل الكنال اللي هو نورمال سلاين والدستل ووتر. زين، شو عندك انت بعد؟ عندك كلوركسيدين من ضمن الاريجيشن سوليوشن، كلوركسيدين هو فقط انتي بكتيريال، هو لا يشتغل ليبريكنت
ولا يشتغل فلاشنج ايجنت ولا يشتغل ديسولفنج ايجنت. هو الكلوركسيدين انتي بكتيريال، اي نعم دكتور، هذا يعتبر ذا بيست انتي بكتيريال. افضل انتي بكتيريال ممكن تستخدمه هو الكلوركسيدين. اقوى من الصوديوم هايبوكلورايد؟ اي دكتور اقوى من الصوديوم هايبوكلورايد، بس هو ما بخصائص الارجنت الموجوده مثل ما موجوده بالصوديوم. لهذا هو الصوديوم بعد متفوق دكتور لهذا السبب. زين، فانا جاي استخدم هاي الكنال مالتي يا دكتور، وجاي اسوي اريجيشن وغسلتها بالصوديوم هايبوكلورايد. المشكله انه هذا الصوديوم هايبوكلورايد ما يدخل انسايد ذا كنال، هو ان اي او سي ال راح يتحلل، يطلع لك ان اي باحد زائد سي ال باحد، وش يعطيك؟ يعطيك او 2 اكسجين فري. هذا الاكسجين مرات شو يسوي من اول ما تحطه انسايد ذا كنال؟ شايفين تحطون صوديوم داخل الكنال مباشره تصير بابلز. هاي البابلز هو نتيجة اتحاد الأكسجين الصوديوم هايبوكلورايد ويا التشيو، يحرر لك أكسجين بشكل بابلز فقاعات. يسمونه شمباني إفكت والصوديوم هايبوكلورايد إفكت وما أدري شنو إلى آخره من هاي الأمور. لأن هذا راح يتحلل فيحرر لك أكسجين، المشكلة وين؟ المشكلة هذا الأكسجين من يتحرر راح يبقى على الكنال وول بالكامل. يعني أنت عندك كنال وول بالكامل مغطاية أكسجين. أكسجين. أكسجين 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 أكسجين. وإذا موجود أكسجين شو المشكلة؟ المشكلة دكتور أنه أنت من تجي تحط الفايبر بوست وش تستخدم وياه؟ تستخدم أنت ريزن سيمنت، صح لو لا؟ ريزن سيمنت دول كيور، دول كيور. هذا ريزن سيمنت اللي يصير لك كيورنج، المشكلة الأكسجين هو يثبط لك البوليمرايزيشن رياكشن. احنا نعرف بالكومبوزيت عندنا شيء يسمونها اوكسجين انهبيتد لاير، انه انت لازم تسوي كيورنج للكومبوزيت في وسط مفرغ من الهواء. ليش مفرغ من الهواء؟ لان الهواء بأكسجين، واذا اكو اوكسجين هذا راح يمنع. فبالعاده احنا نستخدم جليسرين، نحط جليسرين فوق الكومبوزيت ونسوي كيورنج لمده 20 ثانيه. ليش؟ لان هذا الجليسرين راح يمنع لك هاي الطبقه من الاكسجين انه تتكون، فيصير عندك فول كيور. فانت عندك هنا اوكسجين لاير وتجي تسوي ريزن سيمنت، فراح تعزل هاي تثبط لك عمليه البوليمرايزيشن رياكشن. فشو يصير عندك؟ يقل الادهيجن، يقل. زين دكتور، مو انا راح اغسل بدستل ووتر؟ وان كان دكتور هذا دستل ووتر واللي وصلني ما راح ينظف لك الكنال بالكامل. ما يخليك تتخلص من الاكسجين 100%. زين، شنو الحل يا دكتور؟ الحل دكتور انه حتى اتخلص من هاي طبقه الاكسجين لازم استخدم اسيد يزيل هاي الطبقه بالكامل. ايش عندك انت اسيد هنا مستخدم؟ عندنا الاي دي تي اي، اثيلين داي امين تترا اسيتك اسيد. هذا الاي دي تي اي اللي هو اسيد راح يشيلك هاي الطبقه، وبالفعل هو اسمه لير ريموفل. فاذا دكتور انا اذا سويت، اذا كان الاريجيشن بروتوكول ماتي كالاتي: صوديوم هايبوكلورايد وراها ديستل ووتر وراها اي دي تي اي وراها ديستل ووتر، عادي ما عنده مشكله. هاي هنا انا هسه يلا اقدر اخلي الفايبر بوست، يعني السيف الموضوع هاي المعادله. المشكله وين؟ المشكله انه هذا البروتوكول هو الاولد بروتوكول للاريجيشن، انه وهذا فقط بكيسات الفايتال. قبل من كنا نشتغل كيسات الفايتال نجي نحط الصوديوم ورا ما نكمل، يعني كاكتيفيشن كديس انفكشن بروتوكول، اخلي الصوديوم واغسل واكمل، وراها اجي اغسل بدستل ووتر، وراها اجي احطه للاي دي تي اي، وراها اغسل. بس بعدين من صار تطور بالموضوع ايش لقوا؟ لقوا انه انا اذا استخدم صوديوم هايبوكلورايد زائدا وراها دستل ووتر زائدا اي دي تي اي زائد ديستل ووتر، لازم دكتور هم ارجع وراها بصوديوم هايبوكلورايد. ليش دكتور لازم ترجع؟ لان الاي دي تي اي ايش راح يسوي؟ راح يسوي سمير لير ريموفل، راح يزيل لك هاي الطبقه اللي تكونت نتيجه الدنتين تشيبس. نتيجه انت مو عندك الفايل قاعد يقص بالدنتين؟ قاعد يحفر؟ اي نعم قاعد يحفر، ما قاعد يعوف دبريز؟ قاعد يعوف دبريز وين؟ على الوول. فهاي اسمها سمير لير. فالاي دي تي اي مش شال سمير لير، ايش طلعت عندك هسه؟ طلعت عندك الكنال وول، وطلعت عندك الدنتانال تيوبيولز الموجوده اللي احتمال داخل بيها
البكتيريا داخل الدنتال تيوبوز. فهسه هاي فتحه الدنتال تيوبوز نظيفه لو مو نظيفه ما ادري، احتمال مو نظيفه لان كان يا ساعتها كان ساعتها السمير لير اللي هو الصوديوم ما يقدر يشيله. فهسه انت بالاي دي تي اي مشلتها، تعال هسه مره ثانيه استخدم صوديوم هايبوكلوريت حتى يدخل على الدنتال تيوبوز ويفاجئ البكتيريا ويقضي عليها. يعني شنو؟ يعني انا هم رجعت مره ثانيه استخدمت صوديوم هايبوكلورايد. هاي البروتوكولات الجديده اليوم، واليوم اكو بروتوكولات ما تستخدم صوديوم. مرحله الاكتيفيشن مو اول ما افتح الاكسس. دكتور ركز وياي، انا قاعد احكي عن ديس انفكشن، يعني انا جاي ابشر، ليش راح ابشر؟ شو يسوون بالديس انفكشن بروتوكول؟ شو يسوي؟ يبدي اي دي تي اي قبل، يبدي بالاي دي تي اي قبل اول ما بدا قضى على السمير لير، هسه بعدين يظل يلعب بالكلام براحته بالصوديوم. زين نرجع لموضوعنا. فهسه شنو المشكله دكتور؟ المشكله انه انا رجعت مره ثانيه استخدمت الصوديوم هايبوكلورايد حتى فاجئ البكتيريا غير باغت اريد. زين اوكي دكتور ماكو مشكله، ارجع استخدم اي دي تي اي مره ثانيه حتى تقضي على هاي الطبقه مال الاكسجين حتى مدخل الفايبر بوست ما يضعف. هنا المشكله دكتور انه الاي دي تي اي اذا استخدمته اكثر من 1 مينيت، هو شلون تستخدم انت الاي دي تي اي دكتور؟ الاي دي تي اي هو 17% نسبته، استخدم 1 مل مل واحد لكل كنل، مثلا عندي 2 كنل من هذا ومن هذا. زين 1 مل لمده ايش قد؟ لمده 1 مينيت، لمده دقيقه واحد. الاي دي تي اي ما يصير تستخدمه اكثر من دقيقه. زين انا دقيقه استخدمته هنا، اذا اخليه بعد معناها حصير دقيقتين دكتور. الاي دي تي اي اذا بقى بالكنال اكثر من دقيقه راح يسوي كوروجن، يبدي ياكل بمن؟ بالدنتال تيوبولز، راح ياكل لك الدنتال تيوبولز وياثر لك على الاديجن مالته، يصير الكنال وول مالتك ضعيفات. شنو الحل؟ الحل يا دكتور انه هم نرجع مره ثانيه لازم احنا نستخدم الاسيد، بس شو نستخدم يا اسيد؟ راح نستخدم اسيد اتش. انت مو كملت الكنال؟ نشفتها؟ نشفتها. سويت اوبتشريشن؟ نعم دكتور سويت اوبتشريشن. هسه اجيت حفرت بالدرول، سويت بوست سبيس على مود الفايبر بوست؟ اي نعم دكتور حفرت بالبيزوريما. هسه تعال استخدم توتال اتش تكنيك. خلي الاسيد اتش فسفوريك اسيد 37% داخل الكنال بالكامل لمدة 15 ثانية 20 ثانية إلى آخره حسب المانيفاكتشر انستركشن. هسه هذا الأسيد ايش راح يسوي؟ راح يقضي لك على اللاير الموجود المتكون من الأكسجين بالكامل، وبعدين نشف وحط بوند وحط فايبر بوست وأمورك تمام. المشكلة بالإريجيشن سوليوشن أنه هو الصوديوم هايبوكلورايت هو فقط الوحيد اللي له تأثير على الـ على الـ على الفايبر بوست أدهيجين. ليش؟ لأن راح يحرر لي أكسجين، لأن هذا راح يطلع ببحث وهذا راح يطلع بحد وش يعفو لك؟ ويعفو لك O2 اوكسجين اللي هو وجوده غلط بالنسبه للبوليمرايزيشن اوكسجين هبت لاير. زين هسه الاريجيشن سوليوشن انا خلصت من عنده. ايش عندي بعد اللي ممكن ياثر عندي على الفايبر بوست دكتور؟ عندي السيلا. ايش عندنا دكتور احنا مبدئيا انواع السيلات؟ عندنا زنك اوكسايد ايوجينول، وعندنا البايو سيراميك سيلر اليوم المتوفر، والابوكسي اللي هو ريزن سيلر، ريزن بيست سيلر يسمونه. زنك اوكسايد ايوجينول مشكلته انه يحتوي على الايوجينول دكتور، وهذا الايوجينول وجوده يمنع بريفنت البوليمرايزيشن رياكشن مال الرزن. يعني ودليل انه دكتور احنا بنستخدمه بالحشوات كتي اف او غيره ما نستخدم لازم وراها كومبوزيت. ليش؟ لان الايوجينول موجود بالزنك اوكسايد ايوجينول سواء كان سمنت او سواء كان سيلر راح يضبط البوليمرايزيشن رياكشن مال الكومبوزيت مالتي، راح ياثر لي على الكومبوزيت مالتي من يتكون عندك بوليمرايزيشن. فلازم انت من تسمع زنك اوكسايد ايوجينول ما تفكر بكومبوزيت نهائيا دكتور، ما يصير تفكر بها. وان كان اكو بعض الناس يقول لك لا دكتور هو لمده حد 12 يوم على اساس ورا 12 يوم الايوجينول ينتهي تقدر ترجع تستخدم الكومبوزيت. دكتور هذا الموضوع ريسكي ما متاكدين منه احنا،
اكو بقايا، اكو بقايا احتمال تبقى من اليوجول. اي دكتور اكو بقايا، جدا طبيعي الموضوع. فمن افكر من اسمع زيكلوك صار اليوجول، المفروض ما افكر اني بفايبر بوست زين، يعني روح سوي سكرو مثل ما نقول زين. زين، واذا اجاك دكتور، اجاني انا سابقا، نفرض اذا اجاك كيس اصلا هم مبشرين بزيكوكسايد ايوجينول، وايد عندنا اليوم الكيسات بالتخصصي حاطين، يعني ما عندنا ذاك الماتيريالز القويه، فعندنا زيكوكسايد ايوجينول الناس تابشر بيها ونزلوك، يقول لك مثلا جنب الحشوات ينزلونا سوي فايبر بوست. شو اسوي انا عوف الكيس؟ لا ما عوف دكتور، استخدم فايبر بوست، بس شو اسوي؟ احفر زايد، اخذ زايد نزل جيتا بيركا واخذ زايد من وول حتى اطلع فرش دنتن ما بي ايوجينول، حتى ما ياثر عندي على البوليمرايزيشن رياكشن مالتي، يعني اخذ شويه زايد. زين، البايوسيراميك شنو وضعيته؟ البايوسيراميك دكتور مشكلته انه شغلتين، الشغله الاولى انه هذا صعب ريموفال مالته، لزاله مالته مشكله صعبه تبقى لازقه على الدنتين وولز. ليش؟ انت قاعد تشوف الجيتا بيركا قاعد تنزال، بس السيلر هل بالفعل ينزال؟ ما ادري. ليش دكتور؟ لان هو البايوسيراميك هو فلوبل، اصلا مو فلوبل، الفلوبلتي مالته جدا عاليه، فممكن بسهوله يدخل داخل الدنتال تيوبولز وغيرها وغيرها، يعني يبقى موجود على الدنتال تيوبولز تاثيره بسبب انه صعب ينزال بسبب الفلوبلتي مالته العاليه اللي تمكنه يدخل بالدنتال تيوبولز ويدخل باللايفال كازل الى اخره. فاذا بقى هذا السيلر موجود على الكنال وول بالدنتال تيوبولز، راح يجي الريزن سيمت يريد يدخل بالدنتال تيوبولز حتى يسوي ادهيجن، غير ما راح يلقى مكان، لان راح يلقى البايوسيراميك داخل مكانه. هاي المشكلة الأولى نوعا ما، بس مو معناها انه ما نقدر نستخدمه، نقدر نستخدمه، بس نخلي بالنا هذا الموضوع، مو معناها ما نقدر نستخدم شباب، نقدر نستخدم بس نخلي بالنا هاي المشاكل. الشغله الثانيه انه البي اتش مالته جدا عاليه، تقريبا اكو انواع انا قاريه 12.5 البي اتش مال بايوسيراميك هاي الكلاينيتي، الالكلاين مالته عالي. زين، انت جاي تستخدم، انت راح تستخدم اسيد غير حتى تنظف الكنال، او تستخدم سيلف اتش بوند، هو شلون هو شلون الكيميكال كيور وغيره والدوال كيور غير، يا اما توتال اتش يا اما سيلف اتش. فهذا السيلف اتش دكتور، اسيد اتش او سيلف اتش، هذا راح ياثر، راح يضعف عندك. ليش يضعف؟ لان عندك الالكلاينيتي عاليه، يعني محلول حام قاعدي كلش، وتجي انت تخلي عليه اسيد راح يتعادل، فهذا بعد ما يشتغل يصير ويك، بالذات بالسيلف اتش اللي هو اصلا ويك عندك، وتجي انت تخلي له، انت عندك بايوسيراميك تاس الكنال عندك بي اتش عاليه، بعد ما يشتغل السيلف اتش يتعادل، بعد ما يخرش ما يدخل ديب. هاي مشكله البايوسيراميك، بس معناها ما نقدر، هل معناه انه ما نقدر نستخدمه؟ لا دكتور نقدر نستخدمه، بالعكس البايوسيراميك اهون بألف مره من الزيكوكسايد ايوجينول. ايش بقى عندك دكتور السيلر الاخير اللي هو رزن سيمنت؟ هذا هو اصلا رزن، عفوا رزن سيلر، رزن بيسير دكتور، هذا اولريدي هو رزن، يبقى جزء من عنده ما يبقى جزء من عنده، مرتبط ويا تو ستراكشر كيميائيا ما يهمني، هو اصلا رزن واجيب احط له رزن. يعني شلون انت عندك كومبوزيت وتجي تحط فوقها كومبوزيت مثل سوالف الكومبوزيت ريبير، فماكو مشكله، بالعكس هذا شيء انا اللي عندي ادفانتج. لهذا من تشوف كيس يحتاج له فايبر بوست، يفضل دكتور ريكومندد انه تسوي الاوبشريشن مالتك برزن بيست سيلر، هذا اللي يشتغل عندك. زين، هسه دكتور اوكي عرفت انه هذا رزن بيست سيلر ممتاز. زين، هسه دكتور اني اقدر اسوي فايبر بوست ان ذا سيم فيزيت، ان سيم فيزيت لو لا؟ مبدئيا دكتور انت ما تقدر تسوي فايبر بوست بنفس الفيزيت فقط بحاله انت جاي تستخدم وون فيرتيكال كومباكشن، يعني سنجل كون اللي اغلبيه نستخدمها لو لاترال كومباكشن تكنيك، ما تقدر تسوي فايبر بوست بنفس الفيزيت. ليش؟ لان انت من تسوي فايبر بوست لازم شو تجيب بالبدايه؟ تجيب البيزو ريمر او البيزو درل، وش تسوي؟ اثقب الجيتا بيركا، انزل بالجيتا بيركا. المشكله اذا انت سوكم ابشر وتنزل بالجيتا بيركا بالبيزو ريمر، احتمال الجيتا بيركا تطلع عندك بالكامل.
بسبب الروتيشن مالته، لان بعد ما صار ست هي والسيلر، فاحتمال تطلع عندك بالكامل او يصير بيها ديسلوجمنت. هواي كيسات مرات احنا كنا سابقا مر شوف هاي بشهر الثانيه صارت بالتخصص، زميله خطيه اجت كيس فايبر بوست يباوع على البول تشامبر، لقيت بيركه صاعده من الكنال اورفيس، لقيت بيركه هو لور 5 لور 4، لقيت بيركه صاعده من البول تشامبر من الكنال اورفيس طلع على البول تشامبر هالكبر هاي. فقال احمد شو اخذ هاي؟ قلت له عندك خيارين، يا اما تروح تجيب تورتش وما ادري شنو هاي وتقصها من جديد بهيت من الاندود، يعني تجيب فوق تصعد فوق تجيبها وتقصها حتى تسوي الارفس، يا اما تقصها بال براوند بير هاند بيس راوند بير وتقصها. هذا الحكي يوم ابشري صار ب 3 اشهر 4 اشهر صار ابشري هي. المهم صاحبي سوى كذا الراوند بير الهاند بيس حفر بالراوند بير جاي يقص جت بيركي، قصة كده بيركة طلعت جت بيركة بالكامل وهي صار لها 6 اشهر يعني المفروض رايحة يابسة، طلعت عندها لقيت بيركة بالكامل. وهواي كيسات هيك انه انت تجيب الفايبر بوست تريد تفوت يطلع لك لقيت بيركة بالكامل تسحب، لان ما صار بها تاج باك وما ادري شنو، يعني صار تفد مشاكل الكومبليكيشن بالاوبتريشن. فكيف انت تريد تسوي هسه دريلينج وانت سوكم اوبتشر؟ فسنجل كون لاترال كومباكشن ما شنو ما يفيد، ما تقدر تستخدم تسوي فايبر بوست ان ذا سيم فيزيت، لازم تطي فتره اكسبت فقط باستثناء اذا انت مستخدم مور فيرتيكال كومباكشن اللي هو انه تجيب جيت ابيركي بس بالابيكال بارت تحطها وتقصها وتدفع هيت الى ان تصير سوفت، وبعدين تجيب كوندنسر وفيرتيكال كومباكشن حتدخل باللاترال كانال وون فيرتيكال كومباكشن، واكو جهاز هو يسوي هذا الموضوع يسمونه continuous warm compaction. فأنا ممكن أستخدم بهاي الطريقة، بس بهاي إذا أنا مسوي obturation بهاي الطريقة، اللي يقل قليل اليوم يستخدمون هاي الطرق بسبب إنه لأن تحتاج materials وتحتاج techniques إلى آخره واحتمال تعب جت بيركي إلى آخره، فقل قليل من الناس تستخدم هاي التكنيك، هذا ممكن يسوي obturation بنفس الفيزيت. هسه يسوي ابتريشن بزيكوكسيد ايوجينول؟ لا دكتور ما يصير لانه حيحط فايبر بوست. بريزن سيمنت؟ اي ممكن بريزن سيمنت بريزن سيلا. واذا بايو سيراميك دكتور اكو مشكله انه هذا الورم فيرتيكال كومباكشن ما تشتغل ويا البايو سيراميك، ليش؟ لان هاي تحتاج هيت والهيت تاثر على البايو سيراميك. بس اليوم اكو موديفايد تكنيك، موديفايد اعتقد يسمونه الهايدروليك اعتقد هيك الهايدروليك اوبتريشن تكنيك، انه يستخدم حراره قليله وضغط قليل وما ادري شنو وين بحيث يقدر يستخدم بايو سيراميك وون فيرتيكال كومباكشن. هذا الرجال ممكن يستخدم التكنيك ممكن يابتشر فقط، انما انت تستخدم زيكوكسايد ما تقدر، ريزيسم تقدر، بقت البايو سيراميك اقدر. نعم دكتور اقدر نوعا ما في ذا سيم فيزيت اقدر اذا انت مستخدم التكنيك الصحيحه، لان الوارم فيرتيكال والبايسيراميك ما يصيرن، لان اي هيت للبايسيراميك غلط اكو فد مشكله حصل عندك. فهم اكو يعني موديفايد تكنيك لهذا الموضوع، انه شويه قلت لك شويه حراره وشويه ضغط وسوي بها اوبتريشن. لهذا انه تشوف انت الوارم فيرتيكال كومباكشن الكونتينوس وارم كومباكشن واكو بعد تكنيكات بالاوبتريشن قله قليله نستخدمها. الناس اليوم اكثريتهم يستخدمون سنجل كون زائد البايو سيراميك سيلر وتطيطون يحصلون على ريزلت ممتازه، بس هاي التكنيك دكتور معناها لازم الفايبر بوست يكون انذر فيزيت مو ذا سيم فيزيت، لان احتمال تطلع عندك الكتبيركو بالفعل. هسه تابشر بيها ورا خمس دقائق تعال طلع الكتبيركو تطلع عندك الكف. البايو سيراميك ترى يحتاج تايم. شوف هسه مستعجل ذكرنا من مشاكل ذكرنا انه يا دكتور اذا انت ابشرت بي ورا فتره صعب تزيله، اي صحيح هو والام تي اي وغيرها صعب تزيلهن كلش اصلا لحد الان احنا ما نعرف شلون الايزر موفل انهن. بس مشكلتهم بالسيتنج، السيتنج تايم مالتهم طويل دكتور كلش طويل، اكو بين يوصل ساعتين اكو بين ثلاث ساعات اكو بين ساعتين و45 دقيقه. لهذا اليوم شو يقول لك الكنال لا تسويها دراي 100%، خلي بيها وات شويه قليل وات، خلي الكنال لان البايو سيراميك يحب الووتر، من اكو وات يصير السيتنج تايم مالته شويه اسرع. فهي مشكله بشكل عام شباب، تفقين ان شاء الله واضحة هاي الوسكة لها؟ اكو سؤال عليها يا شباب ان شاء الله؟
ها شباب، ها خلصنا شباب، شو نكمل بعد؟ قاعد نحكي على التأثيرات مال الريجيشن والأوبتريشن ماتيريالز على هذا الموضوع. الزيك اوكسيد، ها دكتور دلي، مبدئيا ترى الزيك اوكسيد يوجد وغيرها، شويه ستيك تايم مالتن سريع، يعني اذا تلاحظ ان مرات من نسوي ميكسينج للزيك اوكسيد يوجد او ريزن سيمنت، اذا عفته فتره راح يصير يعني 5 دقائق خش، راح يصير السيت عندك يصلب، بحيث انك تفوت انسايد الكلام كنا يصير بيها بلوك ال بعد ما تفوت انسايد. لهذا اكون انت الميكسينج مالتك جيد حتى يعطيك وركينج تايم افضل، اك وركينج تايم اللي هو وقت اللي اشتغل بيه انا، واكو سيتنج تايم البايوسيراميك او براحتك فلوبل وتحقن وامورك تمام وتقعد تتمضيك. وهسه شنو هو قبل شنو كانوا شو يسوون؟ يحقنون بايوسيراميك داخل الكنال، غير حقن وحط جتبيركا اوبشر، هسه لا يحقن بايوسيراميك انترست الكنال، وراه شو يسوي؟ يجيب جتبيركا يفوتها انسايد الكنال ويفوتها ويحرك راونديشن بوش بول حتى البايوسيراميك يمسح بالوول وهذه، ويطلع الجتبيركا ويرجع يحقن مره ثانيه حتى يضمن انه الكلام 100% سدت. يلا بعدين يحط الجتبيركا ويابتشر. فهذا كله ورك تايم براحتك انت، فينك تسويها بالزيكوكسات يوجل او برزن سبت. هو انت اذا دخلت عندك الجتبيركا دخلت عندك من اول مره تحمد ربك وتشكره، لان اذا طلعته وفوته السيلر يصير ست وبعد ما تفوت وتعال جيب فايل مره ثانيه طلع لهذا السيلر مره ثانيه يلا يدخل عندك الكتابيركي. اتفقين ان شاء الله؟ ها شباب اكو سؤال بعد؟ يعني سيلر مو زين، وين قصدك دكتور سيلر مو زين؟ ما فهمت. لا ممكن ميكسينج، لا دكتور مو زين، احتمال ميكسينج. شوف هاي بروتة الاندو، من جد اول روتة كانت اندو كان يا هو يسوي لي ميكسينج اللي هم الجماعه الاسيستنت، مو الميكسينج ثيك. مره من المرات اجى السينيور موجود ويعني قال احمد خلص اسوي لك انا ميكسينج، يعني شلون علاقتنا كانت لطيفه وياه، والله سوالي ميكسينج ابشرت ميكسينج خبل سوفت كلش، ابشرت بي وقام البيشت وخضينا اكس راي وجبنا بيشت ثاني واشتغلنا اكسس اوبننج وما ادري شنو هذا، وتقريبا يعني تقريبا بالثلث ساعه خلص، يعني انقضى من الوقت من الميكسينج تايم ثلث ساعه، وجيت اشيله بالسيلر السيلر بعده سوفت. ليش؟ لان سوالي ميكسينج صحيح، بحيث لهذا الميكسينج مال السيلرات لازم يكون كريمي، الميكسينج مال السمنتات لازم يكون بوتي. هنا الفكره، سيلر لوتيك ايجنت ما ادري شنو هذا لازم يكون كريمي مثل كريمه، اما السمنتات لل يعني التي اف وشلتها والجي اي سي مال السمنت جوا الامالجم وغيره هذا لازم يكون بوتي ثخين. هنا الفكرة، اتفقين ان شاء الله؟ فتعجبت قلت له شنو هاي انت؟ شلون مسوي هيك شيء يعني؟ كان المكسيك مات قال انا قارئ ريكومنديشن، بعد هو شغلته شويه رجال ذكي، قارئ ريكومنديشن ويعرف هذا ايش قد وهذا ايش قد. عفوا ايش قال الدكتور هناك؟ دكتور حكي عليه ما فهمت. الريزن سيلر بسرعه ما ندري دكتور، هو هذا قلت لك يعني هذا الميكسينج مالته كان حلو ما طول، بينما من واحد غريب يسوي لي ميكسينج يصير ست، لان انت الميكسينج مالته لازم انت شلون اسوي كمية؟ يعني شلون الدكتور يسوي؟ احط قطعه هنا هو يجي من اكو مسدس، لا مو مسدس يعني هو عصاره
تريد هو بها هي العصاره من تجيك مو عصاره تجي بها نوزل، النوزل هي تسوي لك ميكسينج انت بس تحقن، بس الناس الاطباء ما يستخدمون هاي النوزل، النوزل تصرفه هواي تصرفه هواي وراح تبقى ماده انسايد تخرب تصير تصلب لازم تذبها وكل ساعه بدل لك نوزل. فايش يسوي؟ يحط شويه منها وشويه منها ويسوي لهم ميكسينج بايده الى ان يصير كريمي، من يشيله يخرخر هسه يشيله يحطه بالقطع بيركب ويوديه. والله الامانه يا دكتور اذا ابتشر بام تي اي ما اعرف الامانه، لان انا ما اعرف شلون حاليا الريموفل مال ام تي اي، ام تي اي من تصلب ترى تصير حجاره، شلون راح يحفرها شلون راح يشيلها شلون راح يحط فايبر بوست ما اعرف. ليش اخفي عليك الامانه؟ ان شاء الله ابحث لك عن الموضوع تدل الدكتور. تمام شباب يلا شكرا جزيلا.